ضاقت به الدنيا، فلم يجد متسعاً إلا في شابة مغربية هيفاء، فزوجته السعودية لم تعد تحمل له في حياته القصيرة معها إلا كل ما يؤرق مجعه ويسلب منه كل راحة. فما هي القصة؟ لم تشفع له قدسية ليلة الزفاف الثاني للرجل السعودي الذي قرر أن يجرب حظه هذه المرة خارج حدود الوطن. شابة مغربية فاتنة قررت أن تفاجئه في ليلة الزفاف بما لا يتوقعه. لم ترغب أم أولاده أن تتركه وحاله هذه المرة، فقلبها ينبض على غير عادته، وكأنها تشعر بأن الأمر لا يحمل وراءه أي خير. والزوجة الجديدة لم تكذب خبر، وقررت أن تفاجئه بما لم يتوقعه. ما دفعه إلى الفعل المحرم في قاموس الزوجة المغربية المتسلطة لم يكن إلا رغبة رجولية في إثبات سطوته على معشر النساء. أما في الواقع فالسبب تجسد في رغبتها في سبر أغوار أحلامه. سافر الزوج بالفعل إلى المملكة المغربية وعقد قرانه على الفتاة التي اتفق سويا أن يستكمل حياتهما معا، بعدما اشترطت عليه أن يطلق زوجته أم أولاده من أجلها. وتم الزفاف بحضور الأهل والأقارب والأحباب. أغدق الزوج السعودي الأموال الطائلة على زوجته الجديدة وباغتها وأهلها بالهدايا القيمة باهظة الثمن، حتى أحيا مشاعر شريرة في نفسها وهداها إلى سيناريو محكم يمكنها من أمواله التي جاء بها إلى المغرب. لكن لم يكن الرجل الأربعيني أن يرى بعينه ما يؤرق مضجعه من زوجته الجديدة التي لم يمر على زواجهما معا أكثر من عدة أيام، وعلى فراش الزوجية الذي دفع فيه الغالي كانت الواقعة. لم يتحدث المواطن السعودي عن طبيعة الخيانة التي تعرض لها من زوجته المغربية، إلا أن الأمر لا يحتاج توضيحا أكثر من ذلك. لكن المدهش في الأمر أنه لم ينهي القصة بالطلاق في الوقت الذي يقيم معها في المملكة المغربية بسبب عدم قدرته على أن يأتي بها إلى السعودية بسبب عدم حصوله على تصريح زواج، وأصبح لا يسير في مثل هذه الإجراءات بسبب ما رأى. وفي وقت لم ينفع فيه الندم، أدرك الرجل السعودي أن قوة غريبة تتحكم بأفعاله تجاه زوجته المغربية التي رأى منها كل شر، لكنه لا يقوى على الانفصال عنها رغم كل ما حدث بينهما. كما أنه لم يحاول ولا مرة على مدار العلاقة التي جمعتهما سويا أن يكشف لها حقيقة ما رآه منها، ففي كل مرة يحاول أن يفتح الموضوع معها يتم لجم لسانه عنوة ولا يستطيع الحديث. دمعات متفرقة نزلت من أعين الرجل السعودي وهو يتحدث بمرارة مع المذيع الذي يجري معه اللقاء، وتحدث عن ندمه على الانفصال الذي حدث مع زوجته وأم أبنائه رغم تحذيرها له. برأيكم، هل يمكن أن تتحكم قوة خفية في تصرفات الشخص دون وعي منه؟